يعني دي كانت اللقاءات ما بعد تكريم النادي الاهلي لجهاز المنتخب وايضا اللاعبين. يمكن كلام مستر كوبر عن النادي الاهلي وان اللاعبين والعمود الفقري والحاله التنظيميه اللي موجوده عند النادي الاهلي وقيم ومبادئ اللي بيرسخها النادي الاهلي للاعبين الخاصه طبعا اللي هم دخلوا المنتخب اكيد بتساعد كتير في مستر كوبر في العمل بشكل جيد، لان طبعا انت عارفين دايما لاعبين النادي الاهلي عندهم حته الالتزام بشكل كبير والالتزام والجزء الدولي بشكل كبير والتربيه على اجزاء معينه او حاجات معينه. اعتقد بشكل كبير النادي الاهلي بيأهل لعيبته انه يدخلهم المنتخب ان هم يبقوا ابطال. خليني اكلمكم ايضا مهندس محمود طارق كان بيتكلم على عدد الجماهير اللي هيبقى موجودين ان شاء الله في مباراه النجم، كلام على 40,000 او الامن وافق على 40,000، ولكن طبعا مهندس محمود طاهر ومجلس الاداره بيحاولوا بشكل كبير ان او مصممين على حته 60,000 ان شاء الله. نحاول زي ما بيتكلم مهندس محمود طاهر على تاثير الجمهور، ان وجوده مهم جدا بيأثر بشكل كبير على نتيجه المباراه. ايضا كان سعد حفيظ بيتكلم يوم 22 اكتوبر هو موعد مباراه النجم، اي يوم الاحد 22 اكتوبر هيكون مباراه النجم الساحلي والاهلي في موعدها تماما، عشان بس الناس اللي بتسال. كابتن سمير رايك ايه في التكريم يا كابتن؟ لا طبعا تكريم هايل، بنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده المهندس محمود طاهر. تقييم رائع واستقبال رائع. شفنا طبعا دي مش جديده على ابناء النادي الاهلي ولا مجلس الاداره. كرم الجهاز الفني واللاعبين النادي الاهلي تكريم هايل جدا، وشفناه طبعا ان كل الناس المسؤوله اتكلمت على التكريم دوت، مهندس انا بريده وكابتن اسامه نبيه كابتن احمد ناجي ومستر كوبر اتكلموا وشكروا مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا مصر كلها عايزه تكرم منتخب مصر الفاروق بعد الفوز الرائع والحدث الجميل اللي عملوه ان احنا وصلنا لكاس العالم. فطبعا حلم كنا منتظرينه من 28 سنه والحلم اتحقق بالفعل. تكريم طبعا زي ما احنا عارفين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتملي النادي الاهلي طبعا بيبقى موجود عدد كبير جدا من ابناء النادي الاهلي في المنتخب او العمود الفقري للمنتخب مصر هو النادي الاهلي. بنشكر كل اللعيبه وبنشكر الجهاز الفني والاداري ان هم صعدونا لكاس العالم. طيب كابتن خليني اكلمك، يعني كلام كتير ده انا كنت عايز اسالك شفت المباراه ازاي، ولكن خليني اكلمك بقى يعني حته من الاخر كده. الناس بتطالب دلوقتي اتحاد الكوره بعدم وجود مستر هيكتور كوبر مع المنتخب في المونديال، بتشوفها ازاي يعني وجهه نظرك ايه يا كابتن؟ السؤال ده اتسال للمهندس هاني بريده دلوقتي كمان حالا وطبعا ده السؤال المطروح في السوق زي ما بيقولوا، ان مستر كوبر هل هيبقى متواجد ولا هيرحل وحد تاني يجي. شفنا الطريقه اللي كان بيلعب بيها كوبر، ناس كتير قوي اعترضت عليها، التكتيك اللي يلعب بيه، الاسلوب، التغييرات، انضمام بعض اللاعبين، كل دي امور بتخص المدير الفني. المدير الفني هو اللي سايق المركب، فطبعا المركب لا قدر الله غرقت كله بيغرق، انما هو اتحمل المسؤوليه ولعب بطريقته ولعب بفكره، وبالفعل ده حصل ان هو وصل بمصر الى كاس العالم بروسيا بعد 28 سنه. فالمطلوب منه اتحقق، فانا شايف ان هو عمل اللي عليه وزياده مع اللاعبين، وانا شايف ان هو الحقيقه ادى اداء راقي من وجهه نظري الفنيه. لكن لو التغيير مش في صالحنا، انت عارف كوبر لو مشيته هتدفع له شرط جزائي. هو الموضوع في حاجة موضوع كمان. شرط جزائي كابتن، موضوع تكمله المشوار، هي تكمله المشوار كان ان مسكته كوبر بادائه ده، خلي بالك تصفيات حاجه، كاس العالم حاجه تانية. اكيد طريقه الاداء نفسه وطريقه الخططي او شكل خططي في هذه المباريات اللي موجوده في كاس العالم مختلف. انت بتشوف طريقه اداؤه او الاداء اللي بيشتغل بيه مسيرته كوبر ينفع مع منتخبنا الوطني في كاس العالم؟ هكمل لك نقطه وبعدين اكمل السؤال. طبعا مستر كوبر لو كمل هو في بند في عقده 25% تمام من زياده عقده، يعني ما يعادل 90,000 دولار شهريا. فهل مستر هاني بريده زي ما سمعنا ان هو هيكمل بالشروط اللي موجوده في العقد من نواحي البند او النواحي الاداريه؟ احنا هنشوفها، انما تتكلم بقى من النواحي الفنيه. كوبر ليه سيره ذاتيه كويسه جدا على فكره، مش يعني انا من مع الناس اللي بتقول ان كوبر يمشي او المشككين او اللي هم ما كانوش متفائلين وبعد المباراه غيروا رايهم تاني. لا انا لازم يكون في مبدا، هل كوبر وحش من الاول يبقى وحش كده هل كده يعني معهم عليهم عليهم. طبعا يعني في ناس بتبقى ده بيبقى ليها راي ورايها يحترم طبعا، انما في الاول والاخير احنا بنتكلم على امكانيات المدرب. امكانيات المدرب الهدف اللي انت كنت طالبه منه ان هو يوصلك كاس عالم،
اتحقق ولا ما اتحققش؟ اتحقق. فدي نقطة إيجابية، إنما في كأس العالم الوضع هيتغير، أنت هتقابل منتخبات أوروبية ومنتخبات في أمريكا الجنوبية بتلعب كورة، وفي آسيا بتلعب كورة حديثة وسريعة. فأنت في مباراة الكونغو طبعًا كان في مشاكل من الناحية الفنية وفي تقل والكلام ده، ممكن أقول لك السبب إيه؟ عشان الناس برضو تكون معانا في السؤال. الفكرة كابتن فاروق إن لعيبة المنتخب بتفكر في الوصول كأس العالم من النواحي النفسية والعصبية والبدنية، فده أثر على أداء المنتخب الوطني أثناء 90 دقيقة، وده طبعا حمل زيادة إن أنت بتلعب وسط 80 ألف متفرج. بتتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بدعوات الشعب طبعا إن المنتخب يوصل، عاملين لود على اللعيبة طول ال 48 ساعة اللي قبل المباراة، فده كل ده عامل نفسي بيأثر على الأداء الفني والبدني. فلازم الناس تفهم كده إن إحنا الهدف الوحيد ان احنا نوصل له هو كاس العالم. زي لو هرجعك شويه ايام كاس عالم 90، ان احنا المباراه كلها ما كانش فيه كوره، بس الهدف بتاع الكابتن حسام حسن هو اللي وصلنا، فالهدف مطلوب والحمد لله ربنا حققنا. الطريقه بقى اللي ممكن يلعب بيها مستر كوبر ممكن بعض الشيء ان هي تتغير بطريقه هجوميه شويه. يا كابتن عندك وقت طويل وتقدر تكمل، يعني تكمل منتخب مصر بلعيبه ثانيه كمان. انت عندك ليك الحق ان انت تختار لعيبه تتاقلم مع طريقه لعبك في كاس العالم، بعكس تصفيات كاس العالم الافريقيه. الوضع يختلف، هتقابل ممكن البرتغال، هتقابل فرنسا، هتقابل ممكن ايطاليا لو اتعدت من الملحق، الارجنتين لو عدت من الملحق، كل دي واسبانيا، كل دي فرق قويه جدا. السرعه بتختلف، الفكر بيختلف، التحركات بتختلف، الذكاء اللعيب بيختلف، فلازم ولابد ان انت من وجهه نظري المرحله اللي فاتت عدت، انما المرحله الجديده لازم تغير الاستراتيجيه شويه، تغير طبعا الفكر، النواحي التكتيكيه، لازم يكون في عنف وفي قوه من الاستعدادات، احنا عندنا 8 شهور، كل دي عوامل بتأدي للنجاح ونواحي ايجابيه للمنتخب الوطني الفتره اللي جايه. انا شايف ان هو يتغاضى عن الطريقه الدفاعيه شويه ويهاجم عشان نلعب كره حلوه ونقدر ان احنا نوصل للتصفيات. بتشوف ان هو يغير الشكل ده يا كابتن سمير ان شاء الله في روسيا؟ ان شاء الله يتغير. انا قدام مثلا ايطاليا ولا البرازيل؟ لا، ما احنا لعبنا البرازيل مع كابتن حسن شحاته واحرجناه. ده كان مختلف، معلش مختلف. احنا بنقول اسباب ممكن تتصلح، يعني كل فتره وكل وقت وليه اذان. طبعا انا بتكلم على الفترة اللي فاتت، خلاص بقت ماضي جزء طبعا. احنا دلوقتي كل النقاد وكل الناس الرياضيين وكل المدربين بتقول لا، الطريقة دي فيها تحفظ شوية، انما الفترة اللي جاية ممكن تتعدل. وفي بعض اللاعبين لازم تاخد فرصهم، وبعض اللاعبين اللي ممكن يعني اخذت فرصهم ما كانوش على المستوى المطلوب كمان، ده مهم جدا. ليك الحق الاختيار، المدير الفني هو اللي بيتحمل المسؤولية. انما زي ما انا بقول لك وهرجع لك تاني، ان الطريقة لو اتعدلت سنة هنقدر ان احنا نهاجم، وعندنا نواحي دفاعيه كويسه جدا، عندنا مدافعين طبعا، في لعيبه عندنا مشكله كبيره جدا، حته الفيرو ده كانت فاروق، عندنا مروان كان متعور ان شاء الله ربنا دي مشكله لازم هو يحلها، في عمرو مرعي كان متالق احتمال ربنا سهل ويشد حلو، باسم مرسي يشد حلو شويه، محتاجينك يا باسم لازم تبقى في الصوره، مش حاجه اسمها مش متابع، لا تابع وركز عشان انا بحبك. طيب. انت فيرو كويس جدا وقوي وسريع، ومحتاجينك في منتخب مصر الفتره الجايه. السؤال الاخير يا كابتن، هو يمكن انا مش حابب اساله لكن هو موجود، مستر فيكتور كوبر في ناس بتطالبه او هو تفكيره يقولوا ان هو يلغي الدوري، او يعني بتشوفها ازاي؟ الموضوع صعب جدا، الفتره اللي فاتت ايام كاس عالم 90 كان الوضع مختلف، مختلفه دلوقتي خالص، يعني عايز اقول لك الاجواء والكره الحديثه اختلفت، ونوعيه اللعيبه، وفي لعيبه محترفه. هو في منتخب ما بيوصل كاس عالم بيلغي الدوري؟ لا، ما فيش اي دوله في العالم لغت الدوري ووصلت كاس عالم، ما فيش غير مصر، هي كان موضوع استثناء ايام كابتن جور رحمه الله عليه. انما الوضع دلوقتي هيختلف، وانا شايف ان مستر كوبر هيرفض تماما. ليه؟ عندك عشان محترفين كمان بره والوضع مختلف كمان. انت عندك اهدافك يا فاروق، عندك دوافع، انت اللعيبه المحترفين كل واحد عنده طموح ان هو يغير نادي من احسن لاحسن. اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري محتاجين ان هم يشدوا حيلهم عشان لما يروحوا كاس العالم يبقى مستواهم راقي جدا، يحترفوا في انديه اوروبيه كويسه. صحيح. جدا، بالاضافه طبعا انت المعسكرات المغلقه بتعمل لود على اللعيب مع الماتشات الوديه، عكس الماتشات الرسميه في الدوري المصري بقى كويس جدا، وفي دلوقتي توعيه عليه، وفي طبعا رقابه عليه في الدول العربيه وفي مصر، وكل وقنوات زادت كتير جدا بتذيع المباريات. يعني هيبقى نواحي ايجابيه كويسه جدا لو الدوري استمر، لكن لو الدوري اتلغى انا بيتهيالي مش هتفيدك يا كوبر في كاس العالم طبعا. هو انا شايف ان هو فكره
من فكرنا ان هو يعني لو سمعنا او حد وصل له الكلام ان هو دوري المصري مع لاعب المحترفين هتعمل حاجه كويسه. طبعا طبعا كابتن سمير. كابتن سمير معلش انا بعتذرك لان الاحتفاليه كان مهم ان احنا نطلع بيها، فكلام كتير عن المباراه وكانت رؤيتك للمباراه وشفتها ازاي، لكن طبعا انا بعتذر لك لان احنا وقتنا. لا لا مفيش مشكله طبعا، كلنا بنستحمل عشان خاطر فرحه مصر. صحيح. كلنا فرحانين طبعا، وان شاء الله باذن الله فرحتنا الاكبر ان احنا نوصل للتصفيات النهائيه في كاس عالم في روسيا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن سمير. طبعا كابتن مصر والنادي الاهلي يعني اكيد شفنا فرحه النادي الاهلي بلعبته بمنتخبنا الوطني وهذه الاحتفاليه والتكريم اللي موجود للجهاز الفني واللاعبين. يعني اكيد طبعا دائما النادي الاهلي سباق، دائما النادي الاهلي هو كبير، فالكبير دائما بيقدر كل حاجه مميزه بتحصل في وطننا، كل حاجه مميزه كنادي وطنيه كنادي اهلي اكيد بيبقى سعيد، اكتر نادي بيبقى سعيد بهذا الانجاز، لان زي ما احنا شايفين في عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في منتخبنا الوطني، حتى اللعيبه المحترفه بره في جزء منهم من لعيبه النادي الاهلي، فبالتالي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. واكيد النادي الاهلي دايما زي ما بقول لكم نادي كبير ونادي سباق. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير. السلام عليكم.